يعتبر نشاطي بامتياز. الأهالي مشاركين بصورة من الألف إلى الياء بترتيب الفعاليات، أنشطة بتم تنظيمها من قبل الأهالي والطلاب نفسهم، بحيث أنه حسب الجنسيات بيشاركوا في مجسمات أو مجمعات تخص كل بلد. الإقبال شديد جدا، أكثر مما توقعنا، لأنه في فرحة للأهل وخروج عن المألوف وعن الأيام الدراسية العادية. شيء جميل جدا أنه الإنسان يكون عنده حب للآخر وقبول الآخر والتعامل معه بنفس الطريقة اللي بيتعامل فيها مع أبناء بلده. كتير رائع أنه يتم دعوتنا لحضور هذا اليوم المميز اللي بتجتمع فيه كل ثقافات وحضارات العالم تحت سقف واحد، هو سقف المدرسة الأمريكية الدولية بإدارة الدكتور عثمان عبد الباري. أنا سعيدة كتير بهذا الإيفنت، شايف قد ايه الأولاد مبسوطين بتفاعلهم مع بعض، باختلاطهم بثقافات وشعوب العالم. اليوم العالمي عشان تعرف الحضارات، نخلي الطلاب من كل الجنسيات يتعرفوا على الجنسيات الثانية ويكون في نوع من الخلطة والتآلف والمعرفة. الايفنت في الاول خالص كان مجرد فكره عندي ان انا انفذها للطلاب زمايلي، لان دي اخر سنه ليا في المدرسه. فالحمد لله تنفذ على اكمل وجه، الكل فرحان وسعيد وبيرقص وبيضحك. اشكر جدا المدرسه على تعاونها وخدمتها لينا على كل حاجه. هلا هون نحن عم نحتفل بالانترناشونال داي وفينا نتعرف على العادات والتقاليد تبع كل البلدان. انا كثير مبسوطه لانه عم اتعرف كمان على بلدان رفقاتي، وفخوره كمان لانه انا واقفه هون قدام البوث السوري. هلا احنا فلسطين جبنا اشياء تراثيه وهلا عم نقدم اكل فلسطيني تقليدي. هذا اليوم بيزيد للبني ادم معرفه عن الثقافات الثانيه، بصير عقله متفتح اكثر. نقدر نعبر عن ملابسنا وعن اكلنا بالجناح العراقي، ونشكر المدرسه لانه اعطتنا الفرصه انه كل بلد يجتمع سوا ونعرض ملابسنا واكلنا وتراثنا. شكرا كثير للمدرسه انه اعطتنا هيك يوم وعرفتنا على الثقافات الثانيه ودعمتنا وجابتنا للفرقه. وهي طالب تجمعوا اليوم في المدارس الأمريكية لحتى كلهم يشاركوا بعض ويعرفوا إنه ما في فرق بين جنسية وأخرى، قد ما إنه بنختلف بأكلاتنا بلغاتنا بلهجاتنا بملابسنا التقليدية إلا إنه بتربطنا هيك. حسيت إنه في بناتهم وحدة مش طبيعية. We'll be right back.
دائما نكون احنا نشوف مدى التقارب بين الثقافات اللي بيناتنا، والاختلافات حتكون احنا بمصلحة الطلاب ونحاول ناخذ منها كل شيء مفيد. هل حصام مبسوطين؟ كلهم مبسوطين على الايفنت هذا كثير، وبتمنى انه الكل يكون مبسوط وسعيد.